اهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن اسمه تواصيل في صباحات سودانيه, وضيفنا اليوم من الحديقه بتاعت سودانيه دائما اسم هو مرتبط بالتجديد, مرتبط بالجراه, مرتبط بالشكل الجديد للاعلام اللي ما زال لحد اليوم هو موجود. هو كان المفجر لثوره اعلاميه جديده مختلفه تماما عبر يعني ابواب وشبابيك اتفتحت عن طريقه. هو نقدر نقول انه هو يعني عبد الطريق للشكل بتاع الاعلام الموجود عندنا حاليا. الاسم في حد ذاته براند. استاذ معتصم الجعيلي هو حاضر معنا اليوم في صباحات سودانيه. استاذ معتصم الجعيلي صباح الخير عليك. مرحبا بك فريد, وصباح الخير وجمعه مباركه لكل الشعب السوداني ان شاء الله. واهلا بك, كيف الاحوال؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. في البدايه كده استاذ معتصم, احنا يعني ما في محطه كده, احنا دائما ما بقدر يعني النزول لو صادفك في اي مكان انت حاضر في لقاء كده ما بقدر نتخطاه, اللي هي هارموني. يعني هارموني دي كانت ممكن يكون شكل مختلف تماما من الفيديو كليب, يعني غيرت شكل الفيديو كليب في السودان ده اذا كان موجود اساسا قبل هارموني. هارموني طبعا شركه انشات سنه 89 او 88. ف هي شركه انتاج اعلامي وبدت في الدخول في المجال ده من بدري شويه, وتطورت بشكل طبيعي جدا جدا من شركه اعلانات. نقدر نقول هي شكل مختلف من الشكل يعني. أيوة. يعني انت رايد في مجال الاعلانات في فتره من الفترات كده, كان الكرتون والجرافيك في حد ذاته يعني كان صوره مدهشه جدا يعني القنوات السودانيه. والله هو ده عارف بعود يمكن ل أشياء شخصية ربنا وهبني ملكة الرسم والموسيقى وكده والحياة دي. وأنا تعلمت الشغل الإعلامي ده, سافرت أخذت كورسات مكثفة جدا في إنجلترا على العمل ده, وجيت طبقته هنا في السودان على أساس أنه أبتدي أنتج شكل مختلف في الكرتون والجرافيك كده. في الكرتون والجرافيكس والإيديتينج, عارف الموضوع بتاع المونتاج الرغدي والأشياء دي. فبدأت المسيرة بتاعت عمل ده لحد ما تواجد بقناة فضائية. قناة هارموني هي كانت يعني وليدة صدفة ولا هي اصلا كان حلم كده قبل لا يعني ابدا انتاج الشركة زي او قبل مثلا بداية الشركة ذاتها؟ ما في صدفة في حياتي, عارف دائما بخطط بدرس كده بعمل كده فبكون عارف الحاصل شنو يعني. فكانت فكرة موجودة من بدري جدا على اساس انه احنا كسودانيين لازم نكون عندنا قنوات خاصة, يعني ما نعتمد على القناة القومية أو التلفزيون القومي بس. لا بد من إنه يكون عندنا المقدرة, يكون عندنا قنوات الخاصة بس هي دائرة معرفة. إذا أنت عرفتها بتقدر تعمل أي شيء في الدنيا. When you know بعد ذلك يعني you can do يعني. ممكن يكون واحدة من يعني السؤال ده ممكن تكون أنت سمعته قبل كده, إنه يعني هارموني كانت من القنوات الأعلى مشاهدة. يعني أنا ما يتخيل إنه يكون مثلاً هارموني كان عندها مشكلة بتاعت إعلان أو مشكلة بتاعت تسويق أو يعني قناة مشاهدتها كانت عالية جدا جوا السودان وخارج السودان. السبب شنو في التقطع انها هي بتجيب فترات وتاني ترجع تشتغل, مع انه في الفترة الأخيرة كده كانت بدأت رجع والسودان كان كله انتباه لهارموني؟ والله شوف, هي القناة يمكن لازمها جزء من سوء الحظ. أول وقفة لها كانت خلاف مع شريك مصري, هو عايز قناة عامة يعني زي القنوات الثانية, وأنا مصر على قناة سودانية 100% أصلاً. الفكرة مبنية عليها يعني. فده كانت الوقفة الأولى. الوقفات الثانية بعد ذاك أنا ما داري أعيد الكلام ده صحيح في زمننا الحالي زمن الثورة والتغيير ده, لكن القناة تعرضت لضغوطات وحروبات وتوقفت منها الإعلانات. ليه؟ لأنها كانت بالشكل هاجس لقنوات ثانية كومبيتيتورز والمنافسة, وبالنسبة لها كانت دي مسألة مزعجة يعني. في نفس الوقت القنوات اللي فاتت دي كلها كانت تحت سيطرة الحكومة, والحكومة كانت هي اللي بتودي الإعلانات وهي اللي بتشيل الإعلان ده, والناس كلها عارفة كده يعني. فلما تحجز منك الإعلانات بيكون ميزانك الاقتصادي حاسس الناس الأمور بدأت تتحل طبعا أكيد. أسعى ما في أي مشكلة هاي. أسعى الآن فعلا بالكفاءة وبالشغل الجيد إذا بتقدر تأدي أعمالك بشكل الدائر بدون ما تكون خايف من أي حاجة بتجيك ما عندك فوق إرادة يعني. لكن أسعى إذا أنت جيد بتمشي, إذا ما جيد you have to be back يعني. طيب أستاذ معتصم, أنت كنت متابع الثورة السودانية يعني من بدايتها بطبيعة الحال يعني بنقاطه كلها يعني من المواكب اللي بدأت تسير واعتصام القيادة العامة فيما يلينا في الإعلام. يعني هل شايف شكل التوثيق كان كيف في الفترة دي كده, وهل في نواقص, هل محتاج إنه لسه في إضافات الإعلام السوداني ممكن في الفترة الحالية دي كده إنه يضيف للتوثيق للثورة السودانية؟
والله انا بعتقد الثوره السودانيه مما بدت الشباب قاموا بتوثيق جيد جدا طبعا ديسبايت او مهارات فرديه يعني كان في لا والله في شباب خلينا نحييهم عبر السودانيه 24 يعني ناس امجد ناس حاتم مامون ناس يعني شباب ديل صوروا تصوير عاصم الطيب صوروا تصوير بروفيشنال بشكل كويس جدا جدا والماتيريال دي انا ممكن يكون عندي جزء كبير منها وهم عندهم وكان في احراق قوي طبعا الموضوع بتاع الموبايلات والتصوير بالموبايل ده هو بقى شيء عام اسه حاليا لكن فعلا الثوره دي توثقت بشكل كويس جدا جدا وفي ماتيريال جيده جدا بكواليتي عاليه موجوده يعني ممكن يكون في يعني مثلا في مشكله في التنسيق مثلا اذا احنا تحدثنا عن رشز كده رشز موجود كده ايوه رشز موجود لكن ما في شكل منسق معين كده مثلا لفيلم وثائقي مثلا او يعني المبادره اللي سمعنا بها اللي انت اطلقتها مثلا انه يكون في اوبريت خاص بالثوره السودانيه انا حقيقه اطلقت مبادره عبر صفحتي في فيسبوك بانه سمعنا نحن السودانيين نعم والفكره ما اوبريت عارف اوبريت بالنسبة لي تكون محدودة. فكرة محدودة يعني هذه الثورة العظيمة وأنا ناس من المكتوين بينارة في بيتي يعني ما يبين الناس ما يكونوا عارفة كده لكن ابني وأصدقائه يعني فيهم اللي اتجرح وفيهم اللي مات وكانوا قاعدين في بيتي يعني وشهداء يعني كده لكن يمكن ما قاعدين نقول الكلام ده في الإعلام يعني الثورة دي ثورة ضخمة جدا جدا ولا زالت يعني تنمو عشان تغير السودان ده بشكل مختلف الفكرة هي فكرة زي ما تقول فكرة توثيقية موسيقية لحنية شعرية تشكيلية كلها تتشكل في قالب فني عشان تكون قاعدة للأجيال اللي قدام ما بالضرورة أنا قمت بالمبادرة لكن ما بالضرورة أكون القائم على يعني كل الناس ساهموا في الثورة دي إبرازهم في شكل إن شاء الله فريم واحد محتاجين لأجيالنا الجاية إنه نوثق لهم في عمل بعكس موضوع إننا نقوم نجيب مجموعة من الفنانين نخلوهم يغنوا ونصورهم نقطع بيناتهم ونقول عملنا أوبريت أعتقد الفكرة كده بتختزل في حاجة بسيطة لازم يكون عمل فني ضخم جدا جدا بيلمس يعني كل هؤلاء ساهموا في الثورة سواء بالمشاركة الفعلية أو القاعدين برا السودان أو وجدانيا ما هي أثرت على الجميع نقدر نقول شكل بتاع عبقرية فنية كده بنفس عبقرية الثورة في حد ذاتها لابد يكون شكل مختلف خالص خالص وأنا استندت على الأغنية الشهيرة العالمية بتاعت We Are The World لكن ما كنت أقصدها هي بالتحديد يعني إنما عمل فني ضخم يشارك فوق الجميع ويكون إعلاميا عنده زخم الإحساس ذاته بيكون فيه عالي كده أصلا لاحظنا في الأوبريتات الموجودة دي كده بتحس انه فاقد الاحساس مثلا انك انت هي يعني هي اشياء أدائية الفنان ذاته لذروته في تقديم الاحساس كده يعني بالذات لما يكون انت بتتحدث يعني الفن ذاته يعني بتتحدث عن ثوره يعني حاجه كده لا انت تتخيل معي مثلا يكون في مقطع بيغني فيه جزء من الكلمات المكتوبه مثلا عركي لكن بعديه طوالي يجي ماو عرفت الكومبينيشن اللي بيحصل ده بعد شويه لما اجيب جزء من المشاهد بتاعه الثوره وجزء من المشاهد بتاعه السودان انا عايز اجيب رفقه شايله البومبانه حقتها دي وفناها اذا كانت الصوره مصوره بموبايل احنا نعمل لها سيميوليشن وتتعامل تاني حقيقي ببومبان حقيقي كده عشان تتصور بروفيشنالي يعني فاهمين دي الفكره الفرازي انه الحياه دي تتعامل تتلقط كل الرموز كده وكل الاشياء وتصور بشكل احترافي ويحصل لها مونتاج بشكل احترافي عشان تعمل عمل فني متكامل يكون في وجدان الناس للابد يعني نقدر نلخص الفكره في انه يكون يعني هو عمل انت لما تشاهده من بدايته لنهايته بتكون لخصته الثوره السودانيه هو كتاب تاريخ وجغرافيا ومجتمع للثوره السودانيه في شكل فني طيب انت مما اطلقت المبادره دي في ناس تفاعلت معاك كده اذا كان فنان بشكل ما طبيعي طبعا يعني المشروع ده احنا متوقع في الفتره الجايه اول حاجه في الصفحه ذاتها يعني كل المبدعين السودانيين تنادوا عشان يقوموا بالعمل ده وفي الرسائل الخاصه طبعا في الماسنجر دي
آلاف الناس من برا. أنت عايز تروح، إحنا عايزين نعمل، إحنا عايز أنت عايز تروح، عايزين إحنا نعمل كده، عايزين نعمل كده، عايزين نساهم. ليه؟ لأن هي بتلمس وجدان الجميع في إنهم يقدروا يقدموا عمل يوثق لهذه الثورة العظيمة. يعني كل الطرق سالكة كده لأنك أنت تنفذها بحمد الله. يعني بحمد الله إن شاء الله. والله يحب يتمنى كده إنه وأنا برأيي ما أقدر أعمل حاجة. عمل بالضخامة اللي أنت قلتها دي كده. لا أنا برأيي ما أقدر أعمل حاجة. لكن كل ما تنادى عليها المبدعين والشعراء والفنانين والتشكيلين وحتى الناس اللي شاركوا والشباب، يعني الناس دي كلها لازم تقعد تتعامل ورشة بتاعة عمل وجهة ما تكون جايدنج للقصة دي على أساس إنها تقوم بالشكل الضخم ده إن شاء الله كده. إن شاء الله. ويعني ممكن يكون قبل ما نختم حوارنا ده كده نتوقع هارموني في الفترة الجاية؟ أكيد بطبيعة الحال هارموني أبدا يعني ما كان عندها مشكلة، إنما كان ممكن نقول دائرة تنتظر الوقت المناسب. ليه؟ لأنها هي هارموني تفكر برا الجك، وفي وضع شمولي زي الوضع الفات ده فرصتها في البقاء ما كانت جيدة يعني. ومن بدايتها زي ما قلت كانت هي كان هي كلها يمكن يكون دي الحياة جذبت يعني كده إنه الناس كلها تشاهد بالزبط. قناة هارموني كده الشكل بتاع الفيديو كليب المختلف، كمان حتى التقديم الطرح بتاع البرامج ذاته كان مختلف وكان جريء على غير العادة يعني. والله عارف هي الجرأة بتاعتها دي الآن في زمن الحرية ده ممكن تكون أفضل لما يصلح الآخرين. الجرأة يعني كانت موجودة عندك في البرامج دي، هل أنت كنت سايق الجرأة دي كده ولا هي كانت وليدة من الكادر اللي بيعمل في القناة؟ لا أبدا سايقة أنا وبخططها أنا وجزء كبير من الكلام اللي قال ده في الواقع بيكون كلامي أنا يعني. يعني أنت كنت بتدي الناس الضوء الأخضر كلها إنه أيوة يعني ما في ناس تطلع بالشكل في ناس بيخافوا بيقول لك أخي لو قلنا كده يا أستاذ فيها مشكلة فبقول له نو قول اللي عايز تقوله. أنت ما بتعمل في حاجة غلط، أنت محتاج لشفافية على أساس إنك توصل رسالة معينة بدون ما تتجاوز الحدود اللي بتدخلك في إشكاليات شخصية وقانونية وكده. لأنه مرات إحنا زعلت بيكون عندنا حاجة كده جوانا بتخوفنا هي في الواقع ما موجودة. يعني ممكن يكون فكرتي انك انت ما عارف الخطوط الحمراء وين هي ذاتها في حد ذاتها بتخليك انك انت دائما تكون راجع لورا شديد كده في انك انت يعني ما عارف انه احنا المفروض نتكلم لحد وين، وين الخط الاحمر او وين اقصى من انك انت تكون تتكلم فيه. هو الخط الاحمر ده اول ما يديك له مسؤول معناه لم يعد خط احمر، معناه بقى الدكتاتوريه. الخط الاحمر ده بيكون جواك. نعم. انت براك لانك ما عايز كده. ليه؟ تعلق بالاخلاقيات. ايوه بالاخلاقيات بانك ما تسيء الاخرين. انما الشخص العام ده تتكلم فوقه زي ما عايز، ما هو ده جزء من قدره انه بقى شخص عام انا اتكلم فيه، لكن ما بتكلم عن شخصه. طيب يعني طالما انت يعني نحن نعتبرك رايد في فكره حريه الاعلام دي يا استاذ معتصم كده، ممكن يكون بجانب المبادره اللي انت اطلقتها دي ان يكون في شكل بتاع يعني ممكن الاعلاميين نحن هسه حاليا كده الموجودين في السودان كلنا احنا تعودنا على الاعلام المكتف، يعني تعودنا على الاعلام المقفل ده، فكره الحريه الاعلاميه ذاتها ما موجوده عندنا، ما تمرسناه قبل كده او يمكن يكون ما موجود عندنا، ففكره ان احنا نرجع نمارس اعلام حر كده نزيه 100% كده الموضوع ذاته محتاج للتدريب محتاج لتاهيل. فيا ريت يكون في فكره زي دي كده مبادره زي دي. الجزء الاساسي في الموضوع عارف التدريب و طرد الخوف من الإعلاميين. أنت عندك خطوطك الحمراء الداخلية وعندك sometimes القناة اللي أنت شغال فيها بيكون عندها فريم معين دائرة تشتغل فوق. نعم قوانين ولوائح. في المساحة دي في المساحة دي حريتك متاحة لك تماما، لكن ما تنتظر إنه مسؤول يقول لك أعمل كده أو ما تعمل كده. أنت بتتحول هنا بعد ما يقال عادة كبوق إعلامي، وده ما جزء من مهام الإعلام. ممكن يكون كده الإعلام آخر كله يعني بيفقد قيمته يعني. ده إعلام آخر. إحنا ما ناس وغيره. إحنا ما ناس الإعلام الآخر ده. يعني إحنا لازم نكون إعلاميين أحرار نصلح. هو في النهاية مهمة الإعلام شنو؟ إصلاح المجتمع. نعم لأنك تلقي الضوء على مواطن الخلل عشان تصلح يعني. ممكن يكون برضو واحدة من الحياة اللي يعني أستاذ معتصم لو لاحظت إنه عادة الإعلام هو بيقود الآخرين، لكن يمكن يكون في السودان كده فترة من الفترات كده الآخرين هم الذين يقودون الإعلام. أنا آمل الزمن ده ينتهي الآن بوجود وزير زي فيصل محمد صالح صديق العزيز والأخ الكريم. أتمنى إنه الذهنية دي كلها تتغير. يعني الإعلام ما يستحق إنه يكون أدب تاعت حد، لكن يكون إعلام حر والناس داعية الآن لكده. يعني أنت ما أنا حقول لك الكلمة الشهيرة الآن الموجودة دي إنه زمن الغدغثة والدزيز انتهى. نعم ده ما معناه إحنا نشطح زيادة عن اللزوم، لكن نكون فعلا واضحين ونصلح مجتمعنا، ده جزء من مهمتنا كإعلاميين. طيب نحن يعني نرسل رسالة أخيرة للإعلاميين ولوزير الإعلام. التدريب أولا وأخيرا وثانيا وثالثا. يدرب الشباب
لانه جزء كبير الان من الاعلاميين دي، اسمح لي اقول لك الكلمه دي بالدارجي، الصلبطه بقت كثيره. يعني الناس المحترفين او اللي عندهم تالنت يمسكون يدربون تدريب عالي جدا جدا. ما خلي القصه تمشي باخوي واخوه. التدريب اهم شيء، بعدين الشباب هسه مستعد، فده هو اللي بيغير المجتمع، هو ده اللي بيغير الاعلام، وده اللي بيغير. ممكن تكون يعني الارضيه في الشكل بتاع التغيير الموجود في كل السودان هو لامس، يعني لامس الجميع كده بالضبط. يعني دي نقطه كده ممكن نبدا ننطلق منها، وعدم المحاباه، يعني خد الزول المناسب في المكان المناسب. ما تجامل زول في القصه دي، اللي بيعرف خده، كلام جميل، اللي ما بيعرف ما تخده. استاذ معتصم والله شكرا لك كثير لوجودك معنا اليوم، يعني برغم يعني قصر المسافه بحجمك الجميل ومقامك، لكن شرفتنا كثير في صباحات السودان. الله يبارك فيك فريد، واشكر كوسكو السوداني 24، واتمنى انه اكون ما اثقلت على الناس. يعني لا دائما اكيد دائما خفيف علينا وخفيف على كل الناس اللي بتتابع السوداني 24 كده، وان شاء الله نسمع كل الخير والجميل عن هارمون قريب ان شاء الله. الله يبارك يديك العافيه. نحن لسه متواصلين معك في صباحات سوداني، حننتقل للزميله تسنيم، ضيفه الفنان الجميل امجد صلاح نفش نتابع، وبعد ذلك نختم حال صباحات سوداني كده ان شاء الله.